والأهم يا أستاذ خالد أنك تقدم للناس فن نظيف، فن يرتفع بذوق المشاهد مو يشوهه. مشان هيك أنا بشوف مهمة التلفزيون أصعب بكتير من المسرح والسينما، لأنه حكما موجود بكل بيت ويكاد يكون التسلية الوحيدة. طيب أستاذ وائل، شو رأيك هلأ بالأعمال اللي عم تعرض على شاشة التلفزيون؟ بصراحة معظم الأعمال خالية من الشروط الصحيحة. وانت متخيل بانه بكره رح تمثل باعمال تتوفر فيها الشروط الصحيحه؟ اذا ما انوجدت هيك اعمال صدقني ما رح اشتغل. حتى لو ضليت 20 سنه بلا شغل مثلا؟ استاذ خالد انا قلت معظم الاعمال ما بتخضع للشروط الصحيحه، ما قلت كلها. ما بتعرف بجوز الله يوفقني وشارك بعمل نظيف، فليش بدك تحرمني من الشغل 20 سنه؟ انا شو عامل لك؟ ما بتقدر علي يا خالد، اسالني انا. الظاهر انه معك حق. انا بقترح ان نقوم نتعشى وبرا بنحكي ونكمل حديثنا. تفضلوا. تفضل. شرفوا. تفضل. 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 تفضل